صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وهو يدشن سموه الحديقة الوطنية للحيوانات الجديدة بالرباط، حديقة تمثل أنظمة أيكيولوجية على شكل محميات طبيعية تأوي مختلف أصناف الطيور والحيوانات البرية، سواء المحلية منها أو المستوردة، والتي هي في طريقها للانقراض. وقد تم تصميم حديقة الحيوانات بالرباط على مفهوم الفضاء المفتوح. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يقص الشريط الرمزي إيذانا بتدشين هذا الفضاء الطبيعي الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا، سيمكن من عرض جملة من الحيوانات بطريقة متميزة تحاكي المنظومات الطبيعية، مع تشجيع المجال السياحي والثقافي والبحث العلمي. الحديقة غادي تلعب واحد الدور مهم لوضع كل المؤسسات العلمية اللي تهتم بالوحيش وبالتنوع البيولوجي في المغرب، سواء كانت معاهد، كليات، معاهد مختصة، معاهد تكوين، معاهد البحث، فكلها بطبيعة الحال غادي تنضم في نطاق عمل متعدد التخصصات لتمكن من معرفة جيدة بالنسبة للنظم البيئية المغربية. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وخلال جولة سموه بالحديقة، طلع على جل المرافق بها ومختلف أصناف الحيوانات، كما زار سمو الأمير ولي العهد مولاي الحسن فضاء النظام البيئي من نوع السافانا، ثم البركة المائية التي تأوي حيوانات من قبيل التماسيح وفرس النهر، إضافة إلى مواقع تشكل نظاما بيئيا للحفاظ على أنواع مختلفة من الحيوانات النادرة. هذه الحديقة تطلع بالدور التحسيسي، تبين للزوار أولا كل الفصائل الحيوانية اللي توجد بالنظم البيئية المغربية، وفي نفس الوقت تعطي واحد نبذة عن الحالة ديال هذه الحيوانات، منها الحيوانات المهددة بالانقراض، منها الحيوانات اللي حاليا في مأمن، إلى غير ذلك. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حضر بالمناسبة عرضا فنيا قدمته لسموه مجموعة من الأطفال المتنكرين. عموما، فحديقة الحيوانات الجديدة بالرباط هي بمثابة فضاء طبيعي سيوفر ضيعة بيداغوجية ستمكن الأطفال أيضا من التعرف على ثراء المغرب في مجال التنوع البيولوجي للحيوانات والنباتات والمساهمة في التربية على البيئة.